ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. صدق الله العظيم. معنا القارئ الفاضل الاستاذ عبد الصمد فكير يتلو على مسامعنا ما تيسر من كلام ربنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله سوى فرضا بسيطا يحاول ان يعدل التاريخ وهو
الطريق التي عددها هؤلاء الأفاضل وهؤلاء الفضلايات. سيدتي والسادة، لا أريد أن أطيل، ولكن أريد أن أشد بحرارة على غيرة الإخوان في المؤسسة الضارية وعلى تضحياتهم وعلى ما قاموا به. أريد أيضا أن أشد على كل نساء ورجال التعليم أينما تواجدوا، وبالأخص في هذا الإقليم العزيز والمحترم الربوعي، لأن هؤلاء يكابدون في صمت، ولكن عزاءنا لكل هذه المكابدة وفي كل هذه المكابدة وكل هذه المعاناة هو ما نخلقه من أجيال مواطنة قادرة على المجابهة والتحدي وعلى خلق الجديد وعلى الإبداع والابتكار. الأحبة الأفاضل أيضا من داخل مؤسسة ابن سليمان الدودة، تلك مؤسسة تحمل تشريفا ولكن أيضا تلزم العاملين فيها بتكليف معين، هو استمرار للأداء التربوي الفعال، استمرار المروءة والأخلاق التي درسها هؤلاء الأفاضل، ولكن أيضا هي نبراس نظرا لأنه صح يمتد في الزمان في المكان وأيضا في المعرفة. أخيرا وليس آخرا، لا بد من أشكر كل القائمين على هذا، وأشكر أيضا السلطات الإقليمية التي عادة ما تقف إلى جانب هذا القطاع في كل صغيرة وكبيرة وداخل هذا الإقليم العزيز من أجل أن نبلغ به برا الأمام. أيضا المجالس المنتخبة، ولا أريد أن أطيل مديحا لأنه ليست مناسبة مديح، وأحثو في وجه المدحين التراب، ولكن الأصل في الأشياء أن نكون منتمين لهؤلاء، ولكن الامتنان الأكبر لهذه الهامات الكبيرة. أشكركم والسلام عليكم. السلام على أشرف المرسلين، يعني عبد الجليل مسكين رئيس مؤسسة الداري. هذا الحفل الذي ثم فيه الاحتفاء بثلة من الأطر التربوية من جيل السبعينات، يعني كان بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومع الثانوية التأهيلية بن سليمان الرداني، وكان بمناسبة المئوية الأولى لثانوية بن سليمان الرداني. تم فيه الاحتفاء يعني بما يزيد على 30 إطار تربوي الذين تخرج على أيديهم أجيال يعني من الأطر هذا البلد المتميزين ولله الحمد، ومن أبناء مدينة تارودانت. فقراته كانت متنوعة. في الأخير تم كذلك الاحتفاء بتلميذين تخرج من هذه الثانوية، يعني هما نموذج للاحتداء والاقتداء، هما البروفيسور سعيد هرماس والدكتور عزيز بن الضو رئيس جامعة ابن زهر. الحمد لله، هي ما يميز هذه المبادرة أنها مبادرة يعني مدنية، جاءت من مؤسسة مدنية، وهي مبادرة تستحق الاحتداء والاقتداء من مؤسسات مدنية أخرى، يعني للالتفات لكثير من هذه الأطر التربوية التي تخرج كما قلت على أيديها يعني أجيال كبيرة، الالتفات إليهم، استثمار رصيدهم التربوي والمعرفي، وأن يتم يعني ترويجه والتعريف به لدى هذه الأجيال المختلفة والمتنوعة. وشكراً.